من على شرفة منزل العائلة في بلدة عايحة إحدى قرى قضاء رشية، يقف زياد بولطيف النائب الكندي من أصل لبناني مرتشفاً القهوة العربية ومتأملاً طبيعة بلدته الوادعة ومكحلاً عينيه بشموخ جبل الشيخ المحاذي. زياد جابر بولطيف هو ابن هذه الأرض، غربته الظروف إلى كندا في التسعينيات. هناك أنشأ أسرة لبنانية ونجح في أن يصبح رجل أعمال في حقلي التصنيع والتسويق. لمع في عمله فحاز الوسام المسيء لملكة بريطانيا تقديراً لإسهاماته الكثيرة في إنماء الاقتصاد الكندي. استهوته السياسة فخاض غمار أكثر الانتخابات أهمية على مستوى كندا، وحقق فوزاً بفرق زاد على 8000 صوت عن أول الخاسرين، فدخل عن جدارة البرلمان الكندي الفيدرالي وبات نائباً عن إدمنتون، المدينة الكندية السادسة من حيث الحجم في مقاطعة ألبرتا. نجاحه في كندا لم ينسه لبنان، فظل وفياً لأرض أجداده وشاكراً لكندا التي وفرت له المناخ الخصب لطاقاته. كندا قدمت لي الأفاق الواسعة من الحرية والطموح، وقدمت لي الفرص حتى أوصل للي عم بحلم فيه. لبنان كمان قدم لي مواصفات اللبناني الطامح اللي بحب يتطور يحقق إنجازات في كافة الميادين. ما قدر لبنان يقدم لي حرية مثل كندا. احنا نؤمن انه لازم نثبت وجودنا بكندا بشكل افضل ونتجذر اكثر حتى ننجح، وبس ننجح منكون عندنا الامكانية ان نرجع نساهم في عطاء لبنان وفي الدفع باتجاه لبنان افضل. ليس بغريب على اللبناني ان يتبوأ اينما ذهب المراكز ويحقق الانجازات. الجالية اللبنانية متفاعلة مع المجتمع الكندي وفاعلة ومؤثرة. ومن اللبناني الكندي زياد بولطيف رسالة إلى الساسة اللبنانيين. نتمنى أن السياسيين يكونوا يعتبروا السياسي خدمة وقيادة وليست وجاهة، ويتعاملوا على بناء مواطني، لأنه حرام نخسر وطن. بولطيف ليس الأول ولن يكون الأخير الذي يرفع اسم لبنان بين الدول في بلد اعتاد تصدير الأدمغة والشباب بدلاً من احتضانهم. دارين دعبوس، قناة الجديد.